مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد، فيديو مشتريات. هيدي المره ميك اب على مش سكين كير، بس انه مش تبع البيت. اوبس، لا، في شغله وحده تبع المطبخ. المشتريات رح بلش، رح خلي السيفوره بالاخر حبيبه الملايين. السيفوره رح بلش بيا سمر زايد سكين كير. انا كنت قلت ورح ارجع عيد انه بهيداك الوقت لما عملت ريفيو ما رح اشتريهن، لانه اي دونت هاف المقدره الشرائيه وكان عندي كثير مصاريف. يلي صار لما حدا يفكر انه عم بكذب، في حدا ولا حتى سمر، يعني هي بذاتها سمر زايد، قالت لي ما كانت اصلا تفرجت على هيداك الفيديو لانه كان بعده ما نزل، يمكن بنفس النهار ولا شيء شغله مثل هيك. فقالت لي في حدا نازل من دبي وراجع على دبي، اذا بدك شيء. انت قلت لها انه بدي كذا شغله. فلقيت حبيبه قلبي جميله الجميلات شهيره، اختها هي اللي نزلت على مسار. She was one of the subscribers. عم قول ووز لانه هلا بعتبرها فريند اند سويت هارت، اجمل الجميلات. اسم الله عليها من لا جمال، اسم الله اسم الله اسم الله. اني ويتش ويز، فاتصلت بيني قالت لي في حدا نازل وراجع، شو بدك؟ فمش انحرجت، ولا يمكن انحرجت شوي صغيره، بس قلت هلا there is a chance انه جيب شيء. فقلت لها شو بدي، اخذت ولا اشتريت نفسه الشامبو والكونديشنر زائد السيروم ولا اول ان سيروم، هيدا اول مره يعني بجيبه، زائد لكون صريحه جدا مش كرمال مصداقيتي بالقناه، والله العظيم لا، وبدي اياكم تفهموا هيدي النقطه. قصه المصداقيه بالقناه ما رح اقول ما بتهمني، بس انه مش هي الاولويه. واي؟ لانه القناه انا مش منزلها ولا عم بحضرها كشغل، كسبونسرد فيديوز، ولا رح يكون شغل بيني وبين شركات بالمستقبل. انا هيدا الشيء طالعه منه وشايلاه من راسي، فهيدا البريشر ولا ستريس انه انا شكلي يكون كثير منيح، اي سيريسلي دونت كير. يلي بيهمني بيناتنا بيناتنا نفسي، مش عم سيرفيش انا بيني وبين حالي. بليز فهموا علي هيدي النقطة، والله العظيم ما عم بكذب، بيني وبين حالي مش عم بعاقب نفسي. وهيدا طبعا هذا الشيء مش بالاول، يعني الاول 20 30 سنة 25 سنة من حياتي كانت ضحك ولعب، بس اخر يمكن 10 سنين ولا 15 سنة صار عم بحاسب حالي بيك تايم، وهيدا المحاسبة عم بتعمل لي أرق، وعم تعمل لي قلة نوم، وعم تعمل لي ستريس. فبيني وبين حالي بدي أكون مرتاحة، وهيدا يلي عم يدفعني إنه أقول كل شيء، كل شيء جواتي، كل شيء عم بفكر فيه، ما بخاف من حدا لأنه ما حدا ماسك لي إيدي. هون بالسوشيال ميديا ما حدا عم يدفع لي، وما حدا أنا أصلاً عم خليه يدفع لي، لما حدا يمسكني من ايدي اللي عم توجهني، لانه باساسه ما عندي ايد عم توجهني. نرجع للمشتريات، ليش قلت هاي المقدمه الطويله العريضه؟ سمر الله يكرمها شي ووز كايند اناف انه تعطيني خصم، ماشي؟ فشي جيف مي الديسكاونت، زائد اي ووز سربرايزد انها بعتت لي 2 من الاورجانيك هير تريتمنت، يعني النينتين، ماشي؟ فهدول اجوني فور فري، لا وصلوا، انا ما كنت بعرف، لانه يعني حتى قلت لها انه بليز اول مره was more than enough. بس يلي اشتريته الاول ان سيروم والشامبو والكونديشنر. شامبو والكونديشنر عملت اوريدي عليه هون ريفيو، وبرجع اكد للتاكيد لما اجان ما انفهم غلط، اذا عندكم المقدره الشرائيه وبدكم to pamper yourselves go for them. إذا ما عندكم المقدرة الشرائية ما نكون مضطرين، لأنه يمكن فهمت شوي غلط. أنا شخصيا إذا عندي فلوس زيادة yes I will buy them، إذا البادجت is tight ما رح اشتريهم. تاني شي اشتريت هدول سليبرز،
كنت شاريهم ولا اشتريت مثلهم من عند وومنز سيكريت كتير حلوين. هني مثل السوكس بس طبعا فيهم مثل سيليكون تحت لما يعني الوحدة تزحت شوي ليتل بيت يعني سخنين، بس انا كتير بحب هيك اساس لانه انا صيف ولا شتاء طول النهار بحب البس سوكس على كريم ولا هافي كريم ليضلوا اجلي مرات طابين، بس بالليل بدي يكونوا كتير مسقعين. فجبت هيدول كان سعرهم تقريبا يمكن شي 40 درهم ولا 50. They're very cute. صيفية اللي فات ولا صيفية اللي فات كنت رحت جبت تقريبا نفس هيدولي من محل اسمه موموزو، هذا هو الاسم، مثل مينيسو ودايسو الى اخره. فجبت كنت السنة اللي فاتت جبت هيدول وجبت على اسود وسيلفر اي ثينك ولا اسود وجولد، فاني ويتش ويز رجعت جبتهم هني بذاتهم. دي ار ريلي نايس، خصوصا هيدا اللي تيفاني بلو على جولد حلمين. هون من ورا راسمين يعني وين بيتلزقوا على بالجسم. These are colored tattoos ولا sticker tattoos، فبيتلزقوا طبعا بالمي. حلوين كتير حلوين، خصوصا يعني على الشمس وعلى البحر. دي awesome. The next one نفس المطرح نفس اللي اشتريتهم السنة اللي فاتت. I keep on buying them دايما دايما دايما. جبت هيدول they are more realistic يعني على الألوان. هون فراشات في كتابي هاي المنطقة، حلوين هيدول الفراشات بيجننوا كتير كتير حلوين. هيدول على crowns يعني التيجان ولا التاج، كمان على كتابي، وهون كلياتهم كتابات وفي ورود. فللصبايا اللي عم بتدور على هيك قصص موجودين بموموزو، موجودين بدايسو، موجودين بمينيزو. فالصيف اجاي. هلا من محل مينيزو اشتريت شغلي وحدي نوريشين فوت ماسك، ماسك تبع الاجلين. خليني افتحه لاشوف كيف شكله من جوا لانه ما كان فيه تيسترز. حبتين، فاي ازيوم هيدي فيها اثنين يعني a pair وهيدي a pair، ف two pairs I guess two pairs. بدي اجيبهم. هيدول بيكونوا قصص كثير رخيصة بس دي فن، يعني مش انه والله رح ننفقس عليها اذا ما رجعت اجلينا مثل البيبيز، وانما I need to try it. وبقلكن هيدول الغراض بحسهم كأنه عم دلع حالنا نوعا ما، and they are so much fun. ومن دايسو سشيت يعني ورقة سيليكون. دقيقة لأفتح الكونية. هون من ورا عاملين كل يعني كيفية الاستعمال، كمان من قدام في صورة. هيدا الماسك مش ماسك، هيدي الشيت اللي عم بقلها ماسك، هي ورقة ولا سيليكون رفيع جدا بيستخدم يعني على الوش. رسمي اكزاكتلي على الوش، ومن هون بيتنزل ورا الدينين. مثلا ماسك بدنا اياه نضغطه على الوش شوي ليتشرب ولا تتشرب البشرة أكثر. ف this is an amazing idea. بنحط الماسك whatever الماسك DIY عاملينه مثلا بالمطبخ، and then بنحط هيدا الشيت ولا هيدي الشيت and then بنلزقها، فرح تساعد انه تضغط المنتج ولا whatever the mask is على البشرة لتتشربها أكثر. I hope I'm making sense. فهيدول من القصص كمان اللي كتير رخيصة. دايسو أغلبية الأشياء عندهم بسبع دراهم ونص، which is مثل $2 تقريبا. I think هيدا كتير حلو، خصوصا إنه فيني غسله مرة واثنين وثلاثة وعشرة آلاف. من كيكو ولا كايكو على حسب كل واحد كيف بينطقها. KIKO. جبت هيدي البراش، it's a kabuki brush flats وطويلة 3-in-1. هيدا هو شكلها، كنت جايبة واحدة منها تقريبا السنتين، ما بعرف وين راحت. Anyway, رجعت جبت
وحدي كمان الشعيرات كتير ناعمين، حسيتها كتير حلوة عند يونيك وما عندي مثلها. قبل ما نروح على سيفورا، آخر شيء ولا الشغلة اللي قلت لكم اشتريتها تبع البيت هي البامبو ويسك تبع الماتشا، الماتشا تيم يعني. هيدي كنت أنا جايباها، ولا كانت عندي وحدة جايباها من دايسو، كانت أبو رخوصة وحلوة بس مشكلتها إنه انكسرت على السريع. هاي جبتها من محل بالدبي مول، هدول البوتس اللي بيبيعوا فانسي تيز اللي غاليين نوعا ما. الصبايا اللي رح تسأل ولا اللي منا عارفانه شو معنات ولا شو هو الماتشاتي، هيدا هو الماتشاتي، هو شاي ولا شاي جابانيز. القوام تبعه مثل الحنة، it's very powdery، واللون الأخضر تبعه هيك very bright green، وطعمته أنا شخصيا بعشقها. لأنه ليه عم بقول هذه الجملة؟ فمرة قلت لحدا بليز جرب معي آيس كريم ولا ماتشا آيس كريم، ضلوا عم بيدعي علي ليوم الدعاء ما عجبه، بس أنا I love everything and anything with matcha، سواء الايس كريم سواء التي سواء السموذيز سواء النايس كريم سواء الايس كريم، I just love it. فجبت هاي the real bamboo، شوي غالي بحدود 100 درهم، وانما it's the real deal لانها ولا لانه بده ينخلط بهاي. السيفورا اول شيء من سنة ونص، يمكن سنة ونص سنتين، I guess I'm not quite sure، كنت جربت معاكم هيدا الماسك تبعو العيون، لا جربت معاكم تبع الوش كله، it was so much fun، من براند اسمها Star Skin. هيدا كنت كمان جبته بس ما بتصور انه عملت عليه ولا طلعته ولا طلعت به بفيديو. هني ماسكات للعيون بالدونتيل يعني بالليس، I love these، وسعرهم مش غالي ومش رخيص، هيدول 50 درهم، شغلة هيك 50-60، نفس الشي تبع الوش 50-60، بس أحلى شي بهيدا إنه فيه قطعتين and I love it. هيدول نفس القصة من الأشياء اللي عم بحسها كأنه عم ندلع حالنا، it doesn't matter إذا عيوننا رح يصيروا مشدودين ولا لا، مع إنه ما رح يكونوا مشدودين، بس they are so much fun. جبت مع انه قلت ما راح اجيب، بس بصراحه مؤخرا خصوصا كنت في مره منزله 10 كيلو ميك اب، وموستلي هيداك الميك اب كان ووتر بروف وكله اسود، فكان بدي قاهر الميك اب من عند كلينيك، تيك ذا داي اوف، رجعت اشتريته. انا فرحانه بصراحه وسعيده لانه ات داز تيك ذا داي اوف، بيشيل الميك اب بطريقه فظيعه بثواني. I love هيدا البرودكت وحكيت عليه كتير مرات صراحة. كلينيك عبر 10 سنين it never let me down، أغلبية البرودكتس اللي شريتهم من عند كلينيك جودتهم لا يعلى عليها and they're very unique by the way. الصيفي عم بحس حالي دايما كل صيف ما بعرف ليه الفيكسين سبراي اللي دايما بشتري وبرجع اشتري هيدا يمكن الوحيد اللي عم بشتريه اوفر اند اوفر اند اوفر هو الميست اند فيكس اوتو من عند ميك اب فور ايفر. يمكن مش صيفيه، الله اعلم، لانه على رمضان ولما بيجي الحلوة رمضان فبحس انه بدي اروح اشتريها. Another bottle، هيدا الفيكسين سبراي is awesome. الصبايا اللي عم تسألني عن الفيكس بلس تبع الماك، أنا كنت بشتريه من تقريبا شي 18 سنة 19 سنة شغلي هيك يعني، أوائل لما جيت على دبي I think، يا رب ما يكون هذه المعلومة غلط، بس ما علينا. اكتشفت بعدين إنه عم بيطلع لي حبوب، عم بتحسس من الفيكس بلس بطريقة فظيعة، بطريقة رهيبة، بطريقة بشعة. حتى لما نزلوا تبع اللافندر والكوكونات إلى آخره قلت باكي فورمولا يمكن متغيرة، جرب بيحسسني بيطلع لي حبوب، it's really sad، it's with يعني heavy heart عم بقولها. كنت عم بشتغل لسنين طويلة و I never realized إنه هو يلي بيحسسني لوقت ما عرفت. المهم هيدا من عند الميك اب فور ايفر، رائع جدا برايمرز، لانه
لور دو غيرلان عقبي خلاص يعني ضلت فينا توفي صرت وقام I love this primer I love it حتى انه غالي بس بتعرفوا sometimes هيدا الغالي حقه فيه بينطبق على لور فجبت علبة جديدة منه I love حتى ريحة تبعه اللي تبعه مش معقول العلبة لما تكون جديدة وهيدول الفليكس تبع الذهب متوزعين بطريقة مش عشوائية I think but still it looks awesome it smells awesome and it feels awesome جبت one more pack من عند بوبي براون هيدا اسمه the vitamin enriched face base shea butter vitamin C and E هيدا مش معقول ملا برايمر it's more of a cream than a base وإنما وإن ريحته طيبة 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 فمن جوا هيك شكله it's very gothic ولا it's very Victorian مش gothic Victorian تقريبا style simple yet very chic Next one, powder. اشتريت a travel size من عند Hourglass. اسمها Veil Translucent Setting Powder. ما إلها لا رقم ولا شيء. هيك شكلها. أحلى شيء بالبراندات هلا ميكاب يعني والكوزماتيك براندز صايرين عم بيعملوا a travel size. هو مش travel size. هو سايز صغير. بيسموه travel size. خلينا نمرقلون إياها. بس مقارنة بالسعر هيدا بيكون يعني إذا وزننا المنتوج هيدا بيكون أغلى بكتير وإنما عم بنحس إنه لا أرخص instead ما اشتري الباك مثلا ب 300 درهم النورمال يعني النورمال سايز ويمكن يعجبني يمكن ما يعجبني لا بشتري شي صغير جربه إذا ما عجبني بكون ما كتير دفعت فلوس إذا عجبني I'm gonna suck it up وبروح بشتري next time يخلص النورمال ولا الفول سايز هيدا هو السايز تبع الباودر تيني تايني بس باودر كباودر قدي بدنا يعني بدنا بس شوي من جوا هيك شكلها فيها ال H الانيشل تبع Hourglass لونها عاطي على أصفر فاتح بس غريب الباودر ما فيها ريحة أول مرة أشوف باودر ما فيها ريحة نهائيا وبتاتا which is a plus which is really 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 a plus أنا عندي ولا استخدمت one of my favorite foundations يلي هي the stick عندي ثلاث ألوان رائعة جدا فقلت قبل ما يصير في علاقة جدية بيني وبين البراند خصوصا الباودر قلت رح جيب السايز الصغير جربه عجبني اهلا وسهلا ما عجبني بغمض عيوني او البريتند اني ما اشتريته لانه لحد دقيقة my favorite powder اف لا عندي باودرز هلا بس نمبر 1 تبع هدى بيوتي حتى لامير والعبخيري بيجان انه على فكرة انا بدي وقف شراء باودرز لانه بدي خلص يلي عندي اخر ايتم هني two colors from the same thing eyeliners من عند البراند سيفورا itself واحد على ازرق وواحد على ابيض ما تسألوني ليش بدي الابيض لانه I have my own reasons هيك عامل it's like an ink كأنه قلم كأنه فتر فهيك شكله هيدا هو اللون تبعه كنت جايباه من كم شهر again I think I'm missing makeup والله أعلم طبعا الأبيض أبيض هيدول هن المشتريات يا رب يكون عجبكم الفيديو إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة وشوفكم فيديو جديد بتمنى لكم نهار سعيد ورمضان كريم وكل يوم كريم برمضان ومن غير رمضان قبل ما فعل بدي هلأ تذكرت شغلة كتير مهمة إنه I never said thank you ولا thank you enough لهدية كانت إجتني بعيد ميلادي يعني شهر 11 يلي فات هيدي الاسوارة هي على يلو جولد
زائد هون الدويرات على وايت جولد، على روز جولد، على يلو جولد كمان. هايدي اجتني من The Master of Makeup أسماء عادل. فمن خلال هيدا الفيديو بدي قلها Thank you so very much كذا مرة كذا كذا مرة لبستها. ودايما بدي أقول، ولا دايما يعني بكون عم فكر إنه قلها Thank you وبنسى. I'm a bad friend. فميرسي حبيبة قلبي على الإصرار. يخلي لي إياك يا رب. كل ما بشوفها بتذكر نهار العيد ميلاد قديه ضحكنا ولعبنا كلياتنا مع بعض. كان يوم فظيع، ضحكنا ليوم الضحك. كنت انا وهي ومرمر ومنا واختها لمنا. او ماي جاد، it was one of the best birthdays ever. But thanks a lot for watching. Bye bye.